في الولايات المتحدة، الاحتجاجات تجتاح جامعات أمريكية تنديدا بدعم حرب إسرائيل في غزة، حيث اعتقلت الشرطة الأمريكية يوم أمس الأربعاء نحو 140 طالبا من جامعتين، فيما اعتقلت شرطة لوس أنجلوس 93 طالبا خلال احتجاج في جامعة جنوب كاليفورنيا، في حين اعتقلت الشرطة نحو 50 طالبا خلال احتجاج في حرم جامعة تكساس بمدينة أوستن. البيت الأبيض علق على توسع الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير إن الرئيس جو بايدن يؤمن بأن حرية التعبير والنقاش وعدم التمييز أمور مهمة في الحرم الجامعي. جاء هذا التعليق بينما تنتشر احتجاجات واسعة النطاق داخل الجامعات الأمريكية تنديدا بدعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل في قطاع غزة. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتعين بذل المزيد من الجهد للتصدي للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، ووصف ما يحدث بالمروع، متهما المحتجين بالسيطرة على الجامعات البارزة واتهمها بإحداث فوضى، مطالبا بوقف تلك الأفعال وإدانتها. والآن معنا مباشرة بالتحديد من جامعة جورج واشنطن الأمريكية مراسلنا كريم يسري. أهلا بك كريم. إذن هل ما زال هذا التصعيد متواصلا في الجامعات الأمريكية إلى الآن؟ بالفعل رامي، كما ترى الصورة من خلفي توضح هذا الاعتصام الذي بدأ صباح اليوم بجامعة جورج واشنطن، على غرار ما يحدث على مدار الأيام الماضية، إن كان في جامعة كولومبيا بنيويورك أو جامعة ييل أو حتى معهد ماساتشوستس أو حتى في جامعات لوس أنجلوس وتكساس. ربما الأوضاع في واشنطن أو في جامعاتها أهدأ بعض الشيء بالنسبة للمواجهات المباشرة مع الشرطة. القوات الشرطية المتواجدة في محيط جامعة جورج واشنطن حقيقة قليلة للغاية مقارنة بالصور والمشاهد والفيديوهات التي تابعناها والتي خرجت عن جامعات كولومبيا وجامعات ييل، وحملات القبض على عدد كبير من الطلبة مستمرة في معظم الجامعات الأمريكية. نتحدث عن أنه صباح اليوم تم القبض على نحو 93 شخصا من جامعة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، أيضا جامعة تكساس تم القبض على العشرات، وهذا الأمر أيضا حدث في جامعة كولومبيا وجامعة ييل في نيويورك. نتحدث عن أن مطالب هؤلاء الطلبة واضحة للغاية، هو التأثير بشكل مباشر على الساسة في الولايات المتحدة، التأثير على الإدارة الأمريكية التي يرون بأنها مؤازرة وداعمة للجانب الإسرائيلي فقط. تحدثوا معي بأن مطالبهم بالنسبة لجامعات متعلقة ب إنهاء تعاقدها مع عدد من الشركات الإسرائيلية أو عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. طالما أنك أشرتنا كريم إلى أن الموضوع متفاوت بين جامعة وأخرى، لكن فيما يتعلق بجامعة كولومبيا، لماذا ربما حازت على الجزء الأكبر من الأضواء هنا إن صح القول؟ ربما الأعداد أضخم كثيرا، ربما الأعداد أكثر مما في الجامعات الأخرى، ربما الاعتصام ممتد على مدار عدة أيام، ربما أيضا التصريحات التي خرجت عن رئيسة الجامعة نعمة الشريف التي تحدثت بأنه يجب إنهاء هذا الاعتصام، وأنها ربما طلبت من الشرطة الأمريكية أو شرطة مدينة نيويورك بإنهاء هذا الاعتصام بالقوة، هو ما أعطى زخما أكثر لهذا الاعتصام بجامعة كولومبيا. كنت أتحدث عن المطالب الخاصة بهؤلاء الطلبة. ربما أيضا أمس هناك إشارة هامة لوجود مايك جونسون ورئيس مجلس النواب في جامعة كولومبيا، استقبلوا الطلاب بصيحات الاستهجان، تحدث بشكل مباشر بأن من يتواجدون في هذه التظاهرات يدعمون حماس، وأنه يجب معاقبة كل من يشارك في هذه التظاهرات وهذه الاعتصامات، وبأن الطلبة اليهود من حقهم ممارسة شعائرهم وحضور المحاضرات. وهو بالتأكيد ما لمسته اليوم في عدد من الطلبة اليهود الذين جاءوا إلى هذا الاعتصام للتأكيد بأن كلمات مايك جونسون وأيضا عدد من المشرعين الأمريكيين ليست حقيقية، وأن هناك الكثير من اليهود الذين يشاركون في هذه التظاهرات بشكل عام. رامي، دعنا نستعرض هذا التقرير الذي أجريته أمس من جامعة ماريلاند وهي قريبة من العاصمة واشنطن. هؤلاء الطلبة الذين عبروا عن رغبتهم في إنهاء التعاقد مع الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، لأن عدد من الجامعات الأمريكية تشارك بأبحاث مع هذه الجهات الإسرائيلية. دعنا نتابع.
ما يحدث في الجامعات الأمريكية يشبه كثيرون بكرة الثلج، إذ تتسع رقعة الاحتجاجات والاعتصامات مع استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة. هنا في جامعة ماريلاند قرب العاصمة واشنطن يعتصم العشرات من الطلاب في حرم الجامعة اعتراضا على نهج الإدارة الأمريكية تجاه ما يحدث في غزة. مظاهرات تلو الأخرى واحتجاجات متتالية، وما زالت جامعتنا لا تستمع لمطالبنا بضرورة إنهاء تعاونها مع شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية التي تشارك في إبادة الفلسطينيين، لذلك نحن معتصمون منذ عدة أيام. كلما كبرت في العمر أدركت أكثر فأكثر أن أموال الضرائب التي أدفعها تذهب لإرسال القنابل والأسلحة لمختلف المناطق بالعالم، وتستخدم للإطاحة بالحكومات المنتخبة ديمقراطيا. ما يحدث ليس مقبولا. وفي ولاية نيويورك اعتصم مئات الطلبة في جامعات كولومبيا وييل، وتم القبض على بعضهم كمحاولة لفض الاعتصام بطلب من رئيسة جامعة كولومبيا، لكن الاعتصامات ازدادت عددا وزخما. وفي معهد ماساتشوستس للهندسة اعتصم الطلاب للمطالبة بإنهاء أي تعاون مشترك بين المعهد والحكومة والجيش الإسرائيلي. أبحاث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تستخدم من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية منذ عام 2015. تلقينا أكثر من 30 مليون دولار كتبرعات للتعاون معهم. تاريخيا ارتبطت تظاهرات واعتصامات طلاب الجامعات الأمريكية بالتأثير على المشهد السياسي والمجتمعي في الولايات المتحدة، والتي واجهتها الشرطة في عدة حوادث بالعنف والدموية. أشهر التظاهرات خرجت في ستينيات القرن الماضي لإنهاء التمييز العنصري ضد الأمريكيين من أصول إفريقية وضد حرب فيتنام، واليوم تتزايد التساؤلات عن قدرة تظاهرات الطلاب الحالية في التأثير على الموقف السياسي الأمريكي الداعم لإسرائيل. كريم يسري، المشهد، من ولاية ماريلاند.